اهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة لليتس بلاي تيكت كالعادة مع الكادراس تايتن. مرة هذه بالفيرزيون دبر فيرزيون اوريجينال فينالمون دبر اي معناها نعرف عليك انا منين دبرتها شريتها تي تحبش تعرف باهي حاسلو بس يفقنا وقت على الاخر على الاخر ايه توا رجع القراية وما عادش باهي حاسلو اوموا توا عملنا لقينا الوقت ونسيت وين وصلنا كالعادة كالعادة شوف برا شوف الوحدة متاعك ما زلنا ما كملناهاش كملت ولا لا؟ ما زلت ايه متاعك ولا نعرف عليها هل الدار تصب ويجي نرقدو قبل ما نحبش في المطر نخدم نقتبت بوكسو ياا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 ا
شوية واحد. شنو هي الأخرى؟ ها كمل رجلي، ارقد ارقد قبل. أنا وين فرش؟ ما نعرفش. مش هيك ظهر. اي حطينا شميت ريحة. شميت ريحة هاي باهي. شم ريحة. بيت بوكس قلت لي. بيت بوكس اي. وشنو هي فما بلاصة أنا نتاع شنو هي ذا؟ يظهر لي الكتريك فيرنس. لازم نتي يحبني صندوق معبي. سيلفر ليد ايرون انشتين ماكلة ماكلة اي نو باهي فما سي زومبي يدور غادي في المايا هذا الكل مزيان باهي بيت بوكس شنو اخر و الكتريك فيرنس ذاك اللي انا كنت نعمل فيه الكتريك فيرنس انا بيت بوكس نعمل هنا وين مشيو الحاجات اللي عملتهم مش عملنا شويه من البوكس عملنا الباتريات فما ما عنديش انا ما عندي شيء عندي زوز باتري عندي زوز باتري هي. عندك ناقصه واحده ناقصه زوزتين كهو فوسط الكرافتنج تايبل فما واحده بريسك هاو حط ماتين هاي تين هاي كعبه بتضو في حط حاجه حط حطيت سيء اي حطيت ايه تلاف برد تحط مش بارك 40 قريب لازمنا سولير باهي باترية عصاية ثلاثة باترية عندك باهي عندك بارك خذ بارك نعمل البات بوكس هذا انا حشي باش نعمل نعملها طبعا لا اي بات بوكس عملنا طبعا حشي باهي طبعا باهي كيك شوية لوح شوية باترية بات بوكس مريكل بات بوكس مريكل وينك انت لنا مريكل هاي كي بات بوكس شنعمل انا تاو نشوفو شنجمو نعمل الترتل نحيناه ولا خليناه يخدم شوف شوف الكفر كان لقيته راهو نحيناه حط الجيش نحيناه نرجعوه ماذا بينا تعرف لازمنا واحد نذر لازم نمشيو للنذر مرة لا تعرف شنو هي الاوبجيكتيف كوري خاطر ما عندناش ما عندناش باش نبنيو يزنا كوري باهي ظالي عندنا ديامون 11 هو لازمهم ولا ثمانية عندنا ثمانية تيزبرا نحط الترتل مرة أخرى عندنا جولد عندنا جولد جولد عندنا تسعة ولا ستة هذا سبعة عندنا سبعة لا عندنا ستاك زوز ستاك ستاك ايه عاملين المنيوم ستاون هذيك شنية اللي نحبون نعملوها عملنا ثلاثة بزودات كيف انا ما كيف باش كعبة جولد لازم عنا شارد نحنا شارد عنا 11 اي نعملها عمل عمل به جولد اربعة ستون اربعة حديد كوبل ستون شوية كوبل ستون يا عاد جرافل هذا جرافل مش ايرون فما ايرون في الكوفر ما هو اي فما داست داست صح وعندي ستاك اي ذر مش هو ايرون داست عندك ايرون عندي ايرون اي هات لي زوز مش زوز ما مثلش ليه لازم الحجر والذهب والحديد عندي مريقل
هنيش فما فما التين اه الفور والحاجات عمرهم ما كانوا لي فارغين ديما نعبيهم الماكلة بربي الماكلة باش نخرجوا هاي استنى خذيتها توا نعمل ستون اعطيتها شي ما جاتنيش ما جاتكش هبطها ولا هبطها لا دجاج ولا هاي دجاج هي اعطيتهولك ولا اعطيتهولك انرت ستون والله ما جانيش تيجي جاتك قص باهي المنيون ستون صاي شو نعملو بيه تو ايه حط المنيون ستون في الكرافت وحط معه اربع جولد شو يولي؟ يولي ديمو ديمو الجولد حتى نعملوه بالجولد نحن لازم انت يزيك نرجوه لازمنا تعرف لازمنا سيستم بتاع الصنادق هاك الانفيني عرفتو؟ ايه ما ذكر انفيني انفيني اي انا بلاك هول تشيست ما تعرفوش اوش تيب البلاك هول تشيست الغالي على الاخر ما عرفش حتى كيف تتكرافته كي نحنا ما خلطناش على وعلى قبيه على الاقل الصنادق به لا ماهوش منها تشبيه يا اخي سنين لازم ما تطقس مني نعملوهم كلهم كريستال يعني كريستال حتى ايرون يزي ولا حتى لوح يا ولدي برجوليه دارنا مزمره انا مشكل في الانرجي تو كان يقلوه ما عنده سايق مش هيتحل ما استنى كنت مش عامل انا نسيت كنت مش الحديد لا لا الذهب ولا شو الذهب ثمانية عندي ما هكا أربعة قتلي ولا؟ أربعة قتلي به ديامون لول هذا وحتى بتين يعملوا أوبسيديان لول به ولا توا ناقص واحد آخر ناقص واحد آخر من ها ما عندكش ديامون أنت؟ إيه ناقص واحد آخر عمل نحطو شوية جولد كواري ولازم عاد الانرجي هي هنكمل نعملوها بالاندستريال كرافت اسهل شني الكواري كواري مش ما عادش نجم نعملوها بالاندستريال كرافت بالانرجي انرجي متاعها نقصد هي مش ما الانرجي متاعها ما عادش نجم نعملوها بالاندستريال كرافت نجم فما الباور بريتش ولا جزمه هاي ولا شوف انا حسب اخر فيديو تفرجت عليه ما نجموش ما مازلت عملتها شو اسمها هي اسمها انا فما مشكل طب شنو بالرجوع ما عطيتنيش الفكرة ها شو اسمها هي عطيتنيش تشيك مش عندي راه زيد ثبت عندك تي والله لا عندي راه تنفلاش كهو هاك عطيت هاك شوف الصندوق تاع قزوز ماش عندي ليش نشوف فيه حتى ما ليش نشوف فيه صح باهي شنو قلنا نحنا لازمنا كل واحد شو اسمه كل باور بريتش يا ربي هيا لو فولتج و ام يا هاوما هاوما مريقلين هاوما متأكد؟ متأكد 100% شنو هي هو ايرون فيرنس و ريد ستون بهي اربع وحيد اخرين نجم نعمل الكواري والكواري نعملوها استنى لازم ناكل شو اسمها نقصني الكتريك سيركوت هذاك علي ما كملتوش اسمع عمل لي الكتريك سيركوت دقيقة نعرفش علاش نحس في روحي قاعدين نزربوا ولا كيف ما يسالش حس يخير بالعكس برجوليه لازمنا واحد سولار شوية نحن طو حايرين في اكس سيركوت وبيحكي البر خيرين شو عندك؟
اي وري انطلق قلنا الواحد جديدة صحيح دي. الديامو ليه؟ شنو الفلس اللي طبس يا اخي؟ الفلس اللي طبس يعني؟ ما فهمت شيء. ايش 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 اخدم على روح كواري كواري ماذا بينا ماذا بينا نعملها قريبة راهو ايه ايه الجيرزو تمام لمد لحديش جامو الساعة استنى انا بشوية يا واه كيويني ود لازم ستيكس ستيكس عنا ستيكس ده لازم واحد استنى ده منيش هاي انا فيت لازم اثنين ثلاثة أربعة سبعة واحد اثنين ثلاثة زوزة باهي نزيدو شوي نعملو قد ايه هذا خمسة يزيد باهي لازمنا ثلاثة ايرون كوبل ستون عنيش كوبل ستون ناخذ شوية كوبل ستون الكواري طويلة ذي قد يقوم طيب بديت فيها هاي عملت الجامو اي نسيت انت عملت الجامو ثلاثة ثلاثة ايرون واحد باهي باهي ايرون جير شنو اخر؟ بيت بيت. واحد ايرون جير اخر ما نقول من الاول الدايموند كيفاية تعمل جولد مش الاحمر مش راكش نبني هذا كيفاية باهي لازم نعملها كلهم ايرون باهي اربعة عملت ما عمري كنت فجعت نزلت على الشيفت تصنع فيهم رجل ولا اي سي انا مركز في الواحد اسمع بربي اعمل لي الكتريك سيركوت خلينا نكمل الواحدة زي ما ناقصني كان الكتريك سيركوت واحد واحد استنى نكمل الوحيد فيه اعمل لي الكتريك سيركوت هديك باهي باهي استنى خلينا نكمل الواحد في كل حاضر جاو فيها اسس هاك الحل نحس متاعك باهي الكتريك سيركت مش الكتريك فايند ايرون ايش بيه هذا الو الو ايش صار في جرتك نحس خاطر برجلية باي واحد لازمني يمكن لا حديد وفق هات شوية حديد هاكا ما عندي اي عندي شي عندك رابر ما عنديش عندي ستيكرز باهي قلنا لازمنا الكتريك سيركت لازمنا رويسات للالكتريك سيركت هذيا كمل لي انت عن كابل نزلت حاجتك بها ولا اي حاجة انا تابلك ناقصة واحدة رابر هات هات ورجع لا نزلني زوز اخرين يعني شي اكسترا انا مش نعمل لك تكسير كل شي نعمل نروح بار بار امشي لامد ستيكر يزن بار هاك صار الواحد السبالة ما عندي سبالة هوم شيت
يا فاء، مرحبا يا زومبي، مرحبا. ما فهمش نجم نكمل. لا طلع عليك، لا طلع عليك، نقصد عليك. ريسيتي حفظتهم. ريسيتي حفظتهم، ما ليش نعمل تركتك نعملهم. ما حفظتهمش، عمري ما نحفظهم أنا والله. نلعبها 100 عام وما نحفظهاش. كريبر يا مرحبا. برا جرب الترجف برا. حاسس كيف فهم غلطة أنا. هنا حاسس فهم غلطة صح. فيش. ما نعرفش عليك عاد وقتها. هي هي هي. نظموش يبدأ الدير خير فوق. بس حاجات ما عليك. والله كان يطلع يعطيني ماشين بلوك والله. هاي الحمد لله. باهي شنو قلنا نحن لازمنا مازال ضو مازال ضو باهي شوية ماكلة عطينا اوك هاي او يظل ينجم نخدمها الماكينة جو نقصني شوية كوف ما عادش حاجة كبيرة الكترونيك سيركت كهو فاي استعملت ما عتعملت الرف لا طلع عليك بعد ما قعدت نلوش معناها صحيح او ما عادش حاجتك بيه هيك اهو اعمل الراحة يا طلع عليه والله عليه الخطر ساعتين وانا نعمل في الوقت باين كمل الكل ليه ليه خاطر كان حاجتنا معناتها كان نقص بالستيكي ريزن هكا ولا هكا خاطر نحن عشتنا بزوز سيركويت واحد ليك واحد ليك ونحن معنا كان 11 ريزن شنو بيها؟ المهم مش نصلح ايش الكابل الاخير اخير اخير ايش نعمل بيه هان؟ شنو ايش تعمل بيه؟ خليش الفيا يا دين كريب لا لا اي ايش بك بهي؟ وقعت فيها اي اي هيت سيركوي ما عملتوش برا نكمل الواحد انا ما يهمنيش اللي يصير نكمل الواحد نتاعي توا ما مش حاجه جراف جيت في فيرني فك او سيرة اوقع مش مشكلتي شنية هي فارم ولا شنية هي فارم انت على الكول باي جولد واحدة جولد واحدة اوه لازمني اربعة جولد انا اسمع اسمع ارقد 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 ما عادش مرتاح انا ايش ترشاها ترشاها زي ترشاها عندي ترشاها عندي من هز راسي نلقى كريبر وخرته وطرشق هاو من هاو من بس باهي استنى يجي جرق درق 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 ما يصير حتى مشكل كان ثم الادريس متاع تانجل متاعك يصير حتى مشكل كان الادريس متاع تانجل محطوطة محسوب لا لا وايت ليست وايت ليست باهي توا انا معناتها الدم الواحد صح معناتها فوت الوقت راه قد الوقت راه بس ليه ما اكمل باهي استنى نكمل الزوز ديالي قد عملنا هاكا مريقل هاي قد عملنا مريقل ما نعرفش قد ايه مريقل هاي كيف مريقل بالتحديد مريقل والله مريقل يا ودي بين احنا غادي اي مريق لا من غادي يشب شو شو باي حاسيلو ما لا بالنسبة بالحلقة هذه يزي ان شاء الله كالعادة تكون عجبتكم ومع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامة وان شاء الله نتقابلوا في الحلقة الجاية